نظرية الحصر، شلون أقدر شلون أستفاد من نظرية الحصر؟ هنا لازم ناخذ الليمت للدالة ونشوف ايش قد الناتج يطلع عندي، بس هنا معقد، فشو أسوي حتى أبسط علي المقدار هذا؟ هنا جت دور نظرية الحصر، ايش راح تسوي بالبداية؟ تاخذ لك أي رقم من هاي الأرقام، بس الأسهل إنه تاخذ 1/5. ليش 1/5؟ لأن 1/5 هي أقل من الاثنين، الواحد على اثنين وأكبر من الصفر. أنت لازم تاخذ لك رقم يكون متوسط أقل من الرقم هذا وأكبر من هذا الرقم وأقل من الصفر. شلون يعني؟ مثلا أنا راح أخذ هاي 1/5، راح أقول إن هاي أقل من النصف، 1/5 أقل من النصف، وبالتالي 1/5 هي أكبر من الصفر. ليش خذيت هيجي؟ لأن هسه راح استفاد من عدها بعدين، راح يطلع لي ناتج بسيط أقدر أخذ له الليمت. هسه ايش راح أسوي؟ أباوع. شنو تحتاج؟ هاي 1/5 أحاول أوصلها لهذا السؤال. أول ما تحتاج شنو تحتاج؟ تحتاج N. تحتاج هاي الN، فشو أسوي؟ أضرب المعادلة كلها بN. فأقول إن هاي أس N وهاي أس N وهاي أس N. تمام؟ هسه ايش راح اسوي بعد؟ اشوف ايش تحتاج. بعد تحتاج هذا الواحد على اثنين اس ان، فاضرب المعادلة كلها بواحد على اثنين اس ان، راح تصير 1/2 اس ان زائد صفر، هذا صفر اس ان، اقل من 1/2 اس ان زائد هذا 1/5 اس ان، جمعتهم اقل من 1/2 اس ان زائد 1/2 اس ان. تمام؟ فضربت جمعت الواحد على اثنين اس ان لكل المعادله. هسه راح ابسط. هنا الصفر اس ان ما له داعي، فينزل عندي بس هاي 1/2 اس ان. تمام؟ اقل. هاي ما بيها تبسيط، راح تنزل 1/2 اس ان زائد 1/5 اس ان اقل. هاي اقدر اجمعهم، ايش راح يصيرون؟ راح يصير هو 1/5 زائد 1/5، فراح يصيرون 2 1/5 اس ان، بس مجرد جمعتهم. هسه هاي الاثنين اقدر ارجعهم، معناتها 2، فاقدر ارجعهم لهذا القوس. تمام؟ فهسه ايش احتاج النوب؟ احتاج هذا الجذر اس ان، هذا الجذر اس ان، هذا شلون اضرب به؟ هذا احوله من هاي الصيغه الى هاي الصيغه اللي هي 1/2 اس ان زائد 1/5 اس ان اس 1/n. حولت الجذر من هاي الصيغه الى هاي الصيغه. تمام. هسه ايش راح اسوي بعد؟ راح اضربهم كلهم ب1/n، فاضرب هاي المعادله كلها ب1/n وهاي المعادله كلها ب1/n وهاي المعادله كلها ب1/n. شو راح يصير عندي بعد؟ باين عند الرفع تضرب الاسس، هذا الان ويا هذا الان يروح، تبقى عندي بس نصف اقل. هذا راح يرجع جذر مثل هذا، راح ارجعه راح يصير 1/2 اس ان زائد 1/5 اس ان اقل من هذا نفسه. شوف هنا عند الضرب راح ينزل هذا، هنا راح يصير وراح يصير هنا. هنا عند الضرب تختصر الاسس، يعني عند الضرب ترفع الاسس، فان على ان يبقى 1، فماكو داعي هذا يروح ويا هذا، بس راح يجي يصير هنا، راح يصير 1/n اجي هنا واختصر من هنا، فيصير 1/2 هيك، بس 1/2 يعني انا اختصرت اجت هنا. هسه
اخذ يهو اسهل واحد. هسه انا عندي هذه، هاي معادله وهاي معادله وهاي معادله، يهو اسهل واحد اخذ للليمت، اباعه لهذا معقد ما ينوخذ للليمت، واباعه لهذا هم معقد ما ينوخذ للليمت، بس هذا عندي سهل فاخذ الليمت لهذا. ايش اقول؟ ليمت الان تقترب من المال النهائي للواحد على اثنين تساوي، ماكو ان حتى اعوض بها، فيبقى الناتج واحد على اثنين. ما دام هذا الناتج ماله واحد على اثنين، فهذا هم ناتجه واحد على اثنين، وهذا هم ناتجه واحد على اثنين. فايش اقول له؟ اقول له ليمت الان تقترب من المال النهائي الهاي الداله واحد على اثنين اس ان زائد واحد على خمسه اس ان يطلع لي واحد على اثنين، وهيك تنتهي.